صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 35 لسنة 2024 بتعيين مديرين عامين في وزارة الخارجية وذلك بناء على عرض وزير الخارجية وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه يعين في وزارة الخارجية كل من الشيخ عبد الله بن علي الخليفة مديرا عاما للعلاقات الثنائية السيدة فاطمة عبد الله الضاعن مديرا عاما للتعاون الدولي